السيد مخلص الحاج ممثل لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، نحن متواجدون بمستشفى السوبر للإطمئنان على اللاعبين. الآن موجودين احنا من أجل الإطمئنان على الجرحى. كان في بحضور سيد والي ولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي وإطارات الصحة وإطارات المحلية. الآن الحمد لله الجرحى في حالة جيدة، كما قال لك بحضور ايضا سيد والي ولايه البيض سيد نور الدين العريبي للاطمئنان كذلك على اللاعبين. الحمد لله كما قال لك بقيه اللاعبين هم في حاله جيده. واش نقولوا؟ لما نطلب لهم الرحمه ان شاء الله. انا لله وانا اليه راجعون، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله فاجعه حلت اليوم بمدينه يرت وبالضبط في مدينه شوقر، ومن هذا المنبر نعزو ضحايا المأساة الآليمة ونعزي عائلة الحارس وزياني ومساعد الحراس مفتاح رحمهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان. إن الله وإنا إليه راجعون. ربي يرحمهم ويصبر الأهالي تاعهم ويشافي قاع الجرحى.